إلى الصورة الموالية وهي صورة الكافرون. صورة الكافر: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اللمعة الأولى أولا. بعدها تأتي سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح. معناه لا يمكن للأمة ولا تنصر من قبل الله تعالى إلا إذا كانت حاسمة واضحة في مسألة الاعتقاد. فلا توالي الكافرين أبدا، ولا تتواطأ معهم أبدا، ولا تلتقي معهم في الاعتقاد أبدا. فإذا رأيتم الأمة توالي الكافرين فهي مهزومة وستظل مهزومة، ولن تنتصر هذه الأمة حتى تقول نحن الأمة الخاتمة صاحبة الكتاب الحق التي ينبغي أن تكون متبوعة لا تابعة. احنا ولا اتبعوا اليهود والنصارى، بغيتوا تنتصروا؟ انتم كيان الأمة ذائب نرجراج، لا تعرفوا الآن الأمة أين تقف. واش راكم مع اليهود ولا مع النصارى؟ اليهود اليهود عندهم السبت، النصارى عندهم الحد، احنا الجمعة نتاعنا ما عندناش. احنا حتى باش ميزنا الله كأمة خاتمة سمحنا فيه. كيف لأمة أن تنصر وقد ضيعت عياذا بالله دينها؟ فلا يمكن أن تنصر إلا تميزت في التمسك بدينها وفاصلت الكافر. المفاصلة، هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، وهذا كتابها المحفوظ من قبل رب العالمين. فبقدر التمسك به والتميز عن باقي الأمم تنصر. وذلك جاءت مرة: إذا جاء نصر الله. جاءت مرش مر: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، دينكم هوا وديني هوا. وضوح تام. شفتوا علاش جاءت الكافرون قبل النصر؟ أي لا تنصر الأمة إلا إذا فاصلت الكافرين ولم توالي أعداء الله، ووالت الأمة بعضها بعضا وتمسكت بدينها، وخاصة في مجال عبادة الله والاعتقاد. لا يمكن أبدا. هذه إن شاء الله اللمعة الأولى. الثانية أن سورة الكافرون هي سورة مكية، وعدد آياتها 6، وترتيبها في المصحف التاسع بعد 100، 109. هي سورة مكية، يعني أن قضية مفاصلة الكفار هي قضية عقدية جاءت في بداية الوحي في مكة قبل أن تؤسس دولة الإسلام بالمدينة، فهي من القضايا الكبرى ذات الأولوية الفريدة. هي أول حاجة جت، هي من أوائل ما نزل من القرآن، هي من أوائل ما نزل من القرآن. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الثالثة، المسألة الثالثة، نعطيكم بعض المسائل على سورة الكافرون إن شاء الله تعالى. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك من قرأ سورة الكافرون فإن الكافرون سورة تعدل ربع القرآن. ربع القرآن. سورة الإخلاص صمد تعدل شحال؟ ثلث القرآن. وسورة الكافر تعدل ربع القرآن. سورة الإخلاص تتحدث عن ماذا؟ عن توحيد الربوبية والألوهية والحاكمية على الأحدية. تتحدث زيد عن الاعتقاد المعرفي العلمي العقدي. وسورة الكافرون تتكلم على من؟ على التوحيد العملي الفعلي. عقل؟ سورة الإخلاص تتكلم عن التوحيد المعرفي العلمي الاعتقادي. اللي خصك تكون تعرف سيدي ربي شكون هو؟ هو الأحد الصمد الذي لم يجد، معرفة الخالق الذي تعبده. أما سورة الكافرون كيف تعبده؟ فسورة الصمد تتكلم عن التوحيد القولي العلمي الاعتقادي ديال القلب والعلمي والمعرفي تاع الراس. أما سورة الكافر تتكلم عن زيد التوحيد العملي، لا أعبد أي أدخل في عبادة، العمل العمل.
هذا توحيد عمل، وصورة الإخلاص توحيد اعتقاد. ولا تكون موحدا إلا إذا جمعت بينهما، لا تكون موحدا إلا إذا كنت موحدا اعتقادا وموحدا عملا، أي تقر لله بما يقر لذاته سبحانه عز وجل، زيد، وتعبده هو لا تعبد غيره، وبذلك تجمع، زيد، تجمع العبادة الحقة المخلصة لله سبحانه عز وجل. إذن فهي ربع القرآن. زيد أخوي، النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قراءتها، وخاصة في الصلوات، فكان يقرأها عليه الصلاة والسلام فين؟ في بداية النهار، في بداية فوقاش الفجر، ركعتي الفجر، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة الكافرون، وكان يقرأ في الركعة الثانية الإخلاص، فكان يفتتح يومه باش بإقرار العبد لربه بتوحيد الاعتقاد وتوحيد الفعل والعمل والعبادة، فيبدأ يومه باش بالعابد الموحد المخلص، العابد الموحد المخلص، وينهي بها الليل. فوقاش يقراها في الليل؟ فين؟ الوتر والشفع. ها الشفع كيقراوها، واش ما كيقراو؟ يقراو سورة الكافرون، ويقراو سورة الإخلاص. هما في الحقيقة يقراو سبح اسم ربك الأعلى، ويقراو قل يا أيها الكافرون في ذوك الركعتين نتاع الشفع، وكيقراو من بعدها قل هو الله أحد مع إذن. فكان يختم صلى الله عليه وسلم ويريد أن يسن في الأمة أن المسلم كما بدأ يومه بإقراره لله تعالى بوحدانيته في الربوبية والألوهية والحاكمية عقيدة ومعرفة وعلما، أيضا اعتقادا زيد، وعملا وعبادة، فهو يريد للعبد نفسه أن يختم يومه بنفس العقيدة علما ومعرفة وعبادة وعملا، فيكون بداية اليوم يبدأه بالتوحيد العملي والقولي والفعلي، ويختمه بالتوحيد الفعلي والعملي والقولي. كان شي حاجة أخرى عاودك؟ فوقاش يصليوها، فوقاش عاودك يديروها إن شاء الله. فوقاش. وكان يوصي النبي أمته أن يقرؤوها قبل النوم، أي في بداية الليل. يجي ناس الإنسان يقرأ القواقل الأربعة، ومنها قل يا أيها الكافرون، لأنها تنفي عنك الشرك، تنفي عنك الشرك. إذا تخيل معايا، النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نقرأها زيد، ونفتتح بها يومنا، نقرأها في ركعتي الفجر أول صلاة يصليها الإنسان بعد نومه، وسن لنا رسول الله أن نقرأها عند ختام ليلنا بعد صلاة العشاء الآخرة فنختم بقراءتها، وأيضا حينما نأوي إلى الفراش نقرأها كعهد بيننا وبين ربنا أننا سنظل متشبثين بالتوحيد قبل النوم، فلعلنا لا نصبح، ولعلنا نصبح في الآخرة فيكون آخر عهدنا قبل أن تخرج هذه الروح مناما أو موتا، المهم كيف ما كان، لأن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فعند خروج الروح مناما أو موتا يكون آخر عهدنا بالله تعالى أن نقر له ب أننا لا نعبد إلا إياه سبحانه وتعالى. وشوف يا سيدي المسألة الرابعة إن شاء الله تبارك وتعالى، السؤال لماذا سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلا، لماذا سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستفتح بها اليوم ونختم بها اليوم ونفتتح بها ليلتنا حينما نأخذ مضجعنا؟ لماذا؟ علاش سمع؟ وهذه فقط فين سنن، أما يمكن تقرأها عودك الصلوات المكتوبة، وتقدر تقرأها إن شاء الله تعالى في غير الصلوات، وتقدر تقراها فاش في النوافل، وتقراها فاش عودك
ترقي بها روحك. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لدغته عقرب ثم رقى نفسه بقول يا أيها الكافرون صلى الله عليه وسلم، يعني حتى رقية شرعية صلى الله عليه وسلم. إذن فلماذا الإنسان يكثر إن شاء الله تعالى في اليوم الواحد من قراءة هذه الصورة على غير الصور الأخرى؟ علاش؟ نقول أيوة علاش؟ واش أنت يا زوج؟ قولوا لي أنتم مثلا غيرك تفكروا معايا إن شاء الله تعالى. لماذا كل هذا الإكثار بقراءة هذه الصورة في الصلوات النافلة والمفروضة وعند الليل وكذا؟ ها؟ نعم؟ لتثبت التوحيد وترسخه في قلبك قولا وعملا. لكن ترك إن شاء الله موحد، موحد. لأن الإنسان ينبغي أن يجدد إيمانه في اليوم أكثر من مرة، خاصة قضية الإيمان. تعرفوا علاش؟ لأن كثرة الفتن، وحينما يدخل الإنسان إلى معترك الدنيا قد يفعل أفعال تتنافى مع التوحيد. يكون غير يقول والله ودمك، والله ودم، والله ودم وجهك، ها راك شركت، تحضر انت بدم وجهك، والله هذا الخير يا اخوي، والله الخير تقسم به، من كان حالفا فليحلف بالله، ها؟ شاء الله وشئت. كلمة ما تقول، لا تقول شاء الله وشئت، بس ما تقولوا شاء الله زيد ثم شئت. واش تشرك مع الله سبحانه عز وجل؟ شاء الله وشئت. ما يعترف بالفول غير اللي ما عنده سنين، ها 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 ها، اللي يتيم يبكي وربي يزيد له. انت كاع مالك شر، ها هو انت كتظلم، ها هو انت كتنسب الله سبحانه عز وجل والعياذ بالله عدم العدل بين خلقه. فانت في حياتك قبض بتي طاكسي او لا تمشي للحانوت تاعك او لا تمشي للخدمه تاعك، فتتجاذب أطراف الحديث مع صاحبك، وإذا بك وبدون شعور يمكن أن تتلفظ بأقوال تنافي التوحيد إما القولي وإما العملي. فكان لابد أن تكثر من الصورتين حتى تجدد التوحيد وتعاهد ربك أنك إنما فعلت ذلك سهوا لا عمدا، وأن حقيقتك هي أنك موحد. والدليل تستفتح اليوم بالتوحيد وتختم الليل بالتوحيد وتضطجع لكي تنام في آخر أعمالك بالتوحيد، لكي تمحو جميع ما يمكن أن يكون قد صدر منك من كلام يفهم منه في غفلة منك أنك تنقض التوحيد بكلام أو فعل. ولك سيدنا مثلا يقول جددوا إيمانكم، هذا تجديد الإيمان. وليس هنالك شيء ينبغي للإنسان أن يصر على تكراره حتى يثبت في قلبه، واسمه هو التوحيد، لا إله إلا الله. لأنها إلى خرجت الروح نتاعك على غير لا إله إلا الله مشات كاع الحياة، خسرت الخلود، خسرت الآخرة ديالك. إذن أعظم شيء هو توحيد الله، وهو أساس الإيمان، وهو أساس العمل، وهو أساس الاعتقاد. وأي عمل مهما ظهر للناس صالحا إذا لم ينبثق من إيمان وتوحيد كأنك تبني الدار على الرمال، أي كأنك تقوم بعمل على غير أساس. والعمل الذي تبنيه على غير أساس اللي هو التوحيد لا يقبل، فإن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به، ولكن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دمت موحدا فكل الذنوب بالنسبة للموحد ما دام يمتلك أساس الإيمان اللي هو التوحيد وأنه لا يشرك بالله، كل الذنوب يرجو العبد من ربه أرحم الراحمين أن يكفرها ما دام موحدا. لذلك هذا خطر القضية التوحيد، إلا التوحيد الوحش، إلا الإيمان. فقد يولد الرجل مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت مؤمنا هنيئا له، وقد يولد الرجل كافرا
ويعيش كافرا ويموت كافرا أبعده الله. وقد يولد الإنسان مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت كافرا. الله الله. وقد يولد العبد كافرا ويعيش كافرا ويموت مؤمنا. ولذلك ليس شيء قطع أكباد العارفين من التفكر في سوء الخاتمة. وإن أكبر ومن أكبر العارفين بالله من كان همه كله هو أن يموت على الإسلام، يظل بين يدي الله قائما. صفوان بن سليم كان في اليوم الشديد الحر يقوم الليل في قعر البيت حتى لا يصيبه النوم، وكان في الشتاء يصعد على السطح في الليلة الباردة فيقوم الليل حتى لا تأخذه سنة النوم، حتى يلتذ بمناجاة الله ولا يضيعه النوم في مناجاة ربه. وحينما ينتهي يقول: رب هذا جهدنا فلا تضيع علينا إيماننا. الله 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 الله. باش بغينا نقرو حنايا؟ كان أويس القرني رضي الله عنه إذا جن الليل ركع لله ركعة حتى يسفر فيرفع من الركوع مع أذان الصبح، يقول: هذه ليلة الركوع. فإذا رفع من الركوع قال: رب سبحانك ما ركعت لك حق الركوع. وفي الليلة الأخرى يسجد سجد بين يدي الله يناجيه حتى يسمع نداء الصبح فيرفع من السجود فيقول: سبحانك ربي ما سجدت لك حق السجود. كان الإمام مسروق تلميذ سيدنا ابن مسعود رجل القرآن ابن مسروق، كان يدخل إلى غرفته ويتنحى عن زوجه ويغلق الباب ويسجد، فإذا بالسكينة تملأ البيت ويسمع لقلبه ولصدره أزيز كأزيز المرجل، فتفزع الزوجة وتأتي في جوف الليل فتجده ساجدا يجأر إلى الله تعالى أن يثبته على الإيمان عند خروج الروح، وأن يعيش مؤمنا ويموت مؤمنا موحدا مخلصا لا مشركا ولا كافرا. فتبكي وهو ساجد فتقول له حينما تيأس من رفعه من السجود: يا إمام، وكأن النار خلقت لك وحدك. وش النار خلقها ربي غير لك انت اللي قدير هكذا، وحنا ما عندناش شي حق فيك. فيرفع من السجود لما يسمع زوجته تناديه وعيناه مبللتان بالدموع ولحيته تبللت بالدموع، فيقول لها: يا أمة الله، والله لأعملن، والله لأعملن، والله لأعملن، فإن وجدت يوم القيامة ما كنت أرجو من واسع رحمته قلت هذا بفضل الله. شوفوا شوفوا. وإن وجدت غير ذلك، قحت شي وخايف ما يموتش على الإيمان، وإن وجدت غير ذلك أقول عملت ولم ينفعني عملي. الله، ماذا نقول نحن؟ ماذا يقول الإنسان؟ ولذلك فإن تكرار هذه الصورة مع فهم معانيها تطهره من الشرك، تطهره من الرياء، تطهره من الاقتراب من الكفر والعياذ بالله. إذن هذا السر في مسألة الإكثار من قراءتها في الصلوات وفي غيرها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. المسألة الخامسة أن هذه الصورة كما تعرفون، تعرفوا السبب نزول ديالها ولا ما تعرفوش؟ واسمه السبب ديال نزول ديالها؟ السبب تاع نزول ديالها أن النبي عليه الصلاة والسلام تعرفوا حينما خرج على الناس يسفه آلهتهم ويسفه عقولهم ويدعوهم إلى توحيد الله تعالى،
سلكوا لزحزحته عن مبدئه الثابت الكثير من الوسائل. الوسيلة الأولى اسمها إن شاء الله تعالى زين. ها؟ ها؟ الإغراء الإغراء الإغراء. قالوا له يا محمد، جاءوا يفاوضوا، إن كنت تريد بالذي جئت به مالا جمعنا لك المال بزاف، سموا الكافرين باش يزحزحوك على التوحيد واسمه يديروا. الفلوس خليك بهذا الشهر، واحد تمتع معنا، روح الميريكان، روح نعطيك الكواغط، روح ندير لك الكارت سيجور، هنا راك ميت وراك معدوم، اجي عندنا، اجي يا حبيبي عندنا، اجي هنا فما ذيك البلاد نتاعك ما عطاتكش حقك، ما عطاتكش الكرامه نتاعك، اجي عندنا، اجي ونمتعوك. ان كنت تريد بالذي جئت به مالا جمعنا لك مالا حتى صرت اكثرنا مالا. شوف شوف شو المفاوضات. ان الكفر الان واش يدير؟ يغريك لكي تتنازل عن ايمانك. وان كنت تريد بالذي جئت به زيد ملكا ملكناك علينا يا مالك. أرواح أرواح نعطيك عضو في البرلمان، هاك علينا الجا براتك. وإن كنت تاوكا زوجناك، وإن لم تكفك نساء قريش بحثنا لك عن الشقراوات والحمراوات والبيضاوات في الفرس وفي الروم. وإن كنت ترى أن هذا الذي يأتيك رئي من الجن مس أصابك، طلبنا لك الطب، أنفقنا عليك من أموالنا، وخصصنا لك من أوقاتنا ما نتمكن من خلاله لإيجاد الدواء لك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غادي يقول؟ غادي يقول أعطيني كل شيء، أعطوني المال وأعطوني الملك والريح والسلام عليكم، وأعطونا الجاه وكذا والمريح. علاش باقي هذا المشكل؟ ياك هذو الكفار، هذا ياك هذو هما الكفار، أعطوني المال وأعطوني كذا والريح والسلام عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم كيقول انتهيت يا أبا الوليد؟ انتهيت يا أبا الوليد؟ قالوا انتهيت. قال أنا ما جئت بالذي جئت به أطلب فيكم مالا ولا ملكا ولا جاها ولا نساء ولا ولا، إنما جئتكم بالذي جئتكم به كلمة واحدة تقولونها تدين لكم العرب وتملكون منها العجم. قالوا وما هي؟ قولوا 100 كلمة. لا إله إلا الله، كلمة الفيصل، لا أعبد ما تعبد، كلمة الفيصل بيننا وبينكم، بينهم لا اله الا الله. ها انتم ما درتوا غسمه، انتم لا اله واسمه، ما درتوش لا اله اسمه، درتوا هناك الهه الا الله دون الله. انت كتقول لا اله اي تنفي وجود اله يعبد بحق في الكون، ثم تثبت الا واحد يعبد بحق هو الله. هو كيقول لا اله، يقول الهه كثيره، كان منات، كاين العزة، كاين اللات، كاين يعوق، كاين واكه. لا اله الا الله. من بعد واسمهم شاو يديروا؟ من بعد واسمهم؟ من الترغيب الى الترهيب. فبداوا يقتلون اصحابه ويعذبونهم ويحاصرونه اقتصاديا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه حينما جاء يا ابا طالب رحنا نحشم غيبك، كف يد ابن أخيك عنا ولا تتركه يأتينا إلى نوادينا فيسفه عقولنا ويعيب آلهتنا، إن لم تمنعه فسنتقاتل وستتحمل وزر الدماء التي تسيل مغزارا مضرارا في مكة، قبض علينا ولدخوك، وإلا هي حرب لا تبقي ولا تذر. ونهزم أبو طالب، نهزم. جاء عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن اخي، يا ابن اخي، هؤلاء قومك جاءوا الي يطلبون مني ان اتوسل اليك لكي تترك هؤلاء، وشأنهم يعبدون ما يشاءون، خلهم يعبدون لي، لماذا تهجم عليهم وتعيب آلهتهم؟ خلهم يعبدون ما يشاءون، علاش انت؟ فلما رأى النبي الحبيب صلى الله عليه كأن عمه قد أطلق يد العون والمساندة له استعبر، أي خرجت العبرات من عينيه، وتوجه نحو الكعبة وقال قولته المشهورة:
والله يا عم قضية قضية إيمان وكفر. اسمع والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري زيد على أن أترك هذا الأمر توحيد الإيمان ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. واحدة من زوج، إما أن يظهره الله في حياتي وأرى الناس يدخلون في دين لأفواج الصورة اللي مراه وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن أهلك دونه أي أهلك في طريق دعوة الناس إلى الإيمان. لن أتركهم، سأخرج إليهم وأقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا تعبدوا إلا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، ديننا القائم على الأديان كلها. ثم بعد ذلك فيم شاو فيم شاو فيم شاو. فلما تقوى النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا أن الإغراء لم يستمله وأن الترهيب لم يخوفه نمشيوا لها طريقة رسمية، الحل الوسط. واسمه الحل الوسط، يا محمد تعبد إلهنا عاما ونعبد معك إلهك عاما، نديروا إن شاء الله واسمه نديروا نوصلوا مثلا الحل الوسط، تعبد آلهتنا عاما ونعبد إلهك عاما عام. فإن كان إلهك هو الإله الحق أصبنا من الحق بقدر ما عبدنا معك، وإن كنا نحن على الحق أصبت بعبادتك آلهتنا بقدر ما معنا من الحق، ونكون جميعا قد ربحنا. مش بخيرة هذه؟ الربح وقع، الربح وقع. مليحة هذه ولا مش مليحة؟ مزيانة ولا مش بخيرة؟ السياسيين يتنازلوا ولا ما يتنازلوا السياسي؟ اللي هو سياسي، اللي هو سياسي يتنازل ولا ما يتنازل؟ السياسي السياسي يالله يقول لك معليش معليش زعما إلا دخلنا للكنيسة ودرنا بروحنا نديروا. كيما واحد قال لي واش نقدر نبين باللي أنا مسيحي في ميريكان باش يعطوني الكواط؟ نقول لهم أسيدي الله تعالى ثالث وثلاث. الله أكبر، فين وصلت الناس؟ هالكواغط لا حول ولا قوة إلا بالله. قال كرين سمع قال كرين ديرها غير حيلة، ديرها حيلة في الاعتقاد وفي الإيمان. معليش قال لك أنا غادي ندير روحي باين حتى أنا ندير ذيك اللي ديرها ذيك لا حول ولا قوة إلا بالله. وكنقول لهم باين لا وندخل معاهم على أساس أنني ندير كويغطات وندير كذا. اليوم ما راهمش عارفينك، ما راهمش عارفين ذاك الشيء. والله ما يعطيك الكواغط حتى يعرفون انك فعلا قد فعلت افعال تخرجك من الله. يقول لك ها هو القران بزق عليه ويشوفوا واش بصح هذا معاه ولا واش معاه، ادفن على المصحف ويديروا التف التف. فما بقاش قضيه دف لان احسن لكم انا مش عارفين لا حول ولا قوه. فجاءهم الجواب، واش بقول لهم الجواب؟ إن قضية العقيدة والعبادة ليس فيها حل وسط، إما أن تعبده هو وإما أن تعبد غيره، وعبادة الأغيار من دون عبادة الواحد القهار هو شأن المشركين والكفار ولا علاقة له بعقيدة المؤمنين الأبرار الأخيار. فيصل، قضية العقيدة ليس فيها مفاوضات، قضية الاعتقاد ما تدخلش هي المائدة نتاع المفاوضات السياسية. قضية العقيدة ماشي تعطيني ونعطيك باش نصل إلى مسألة إلى حل وسط. قضية الاعتقاد هي قضية إيمان أو كفر، قضية إسلام أو شرك، قضية توحيد أو شرك. ما كاينش تفاوض نتاع القضية العقيدة، لا تفاوض. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا واسمه رفض.
فخرج عليهم رسول الله يقرأ عليهم هذه الصورة، ورفض، هو رفض في الأول، لكن في المساء عاد إليهم يقرأ رباني للجواب على هذه الدعوة التي طلبوا من سيدنا رسول الله زين أن يعبد معهم آلهتهم عام ويعبدوا معهم. أرادوا أن يقسموا الزمان على العبادة ويقسموا العبادة على الزمن. ما معنى يقسموا الزمان على العبادة؟ ما معنى قسمة الزمان على العبادة؟ ما معنى قسم الزمان؟ يعني واحد المدة نعبدوا فيها ربي زمان، واحد المدة نعبدوا فيها الآلهة الأخرى. وما معنى قسمة العبادة على الزمن؟ هي نفسها العبادة، نقسموها نعبدوا الإله مع الصباح ديالنا، والعشية نعبدوا الآلهة ديالهم، ولا العكس. ولذلك سموها قسمة العبادة على الزمان، ولا قسمة الزمان على العبادة. يعني يبغوا إن شاء الله تعالى يديروا سبوح الحل كيفاش يبلوروا هذه العبادة في الزمان حتى ترضى جميع الأطراف. هذه كاينة ولا ما كايناش؟ كاينة اليوم ولا ما كايناش؟ واش كاينة ولا ما كايناش؟ واش كاينة اليوم ولا ما كايناش هذه؟ فين راها؟ لا خليني، لا لو هذا اللي كيقول لك عبد لي الإله ديالي ونعبد الإله ديالك، كاينة ولا ما كايناش؟ اليوم هذه الدعوة هذه كاينة ولا ما كايناش؟ هي اليوم منتشرة، واسمو عندها؟ واسمو عندها؟ عندها واسمو؟ عندها مراكز للأبحاث. أش كيقولهم؟ أش كيقولهم؟ يقولون عليكم الآن أن تقنعوا المسلمين أن الدين واحد، لا فرق بين المسيحية ولا اليهودية ولا الإسلام، ويسمونها زين أديان سماوية، يسمون الأديان السماوية. ولذلك يطالبون باش بأن لا يميز الإنسان بين صاحب دين ودين، فكلهم أهل الأديان السماوية الصحيحة. ولذلك من أحسن واسمه أنهم يديروا بيت واحد للعبادة، يصلوا فيه المسلمين واليهود والنصارى، كاين ولا ما كاين؟ واش كاين؟ راهم دايرينه. ويديروا كتاب واحد مقدس فيه القرآن وفيه الإنجيل وفيه الآخر، غير واحد. مالكم أنتم؟ وكيقول له القضية نتاع الرب بالنسبة للمخلوقات هو واحد، ولكن كل واحد كيشوفه كي داير، هذا يشوفه ثالث وثلاثة، خليوه. واحد يشوفه مثلا هو الشمس، خليوه. واحد يشوفه هو الإله في السماء بذاك التصور نتاعو، خليوه. ما تهضرش على هذا الشيء. هما كيروجوها فاش في الإعلام العربي والمسلم، ويقولوا خصنا واسمو حوار ديال الأديان، حوار ديال الأديان. يا خويا فاش نحاورك السي محمد؟ حنا المسلمين فاش نحاورك؟ نحاورك في قضية الاعتقاد ديالنا اللي هو التوحيد، تحاوروا في المسائل الأخرى، في المسائل التي يمكن أن ننفع بها البشرية. ياك أنتم كتقولوا حنا أصحاب الأديان، وأنتم مصرين على أن تظل عقيدتكم تقر بالتثليث، وخلي هذه ما نناقشوش فيها، لأن واحد لا يساوي ثلاثة. كي نحاورك أنا واحد يساوي ثلاثة؟ منطقيا لا. إلا بغيتم تحاوروا على من تحاوروا؟ تحاوروا على كيفية أن يجتمع هؤلاء لرد الظلم عن المسلمين، والذين يتآمرون على أمتنا فيحرقون المساجد ويحرقون المسلمين. هذه أولى على هذا الزنا الذي استشرى، وهذا اللي يخربونا إن شاء الله تعالى بنشر الفاحشة، وهؤلاء الذين يأكلون أموال الناس عن طريق الربا، اليهود. هذه اللي فاش تحاوروا؟ تحاوروا لك على القضية ديال المحسومة، مسألة محسومة، لا أعبدوا ما تعبدوا، القضية ديال ربي. هذا ما يمكنش، هذه كيف دارها حوار الأديان؟ وكاين اللي عندهم قراءة مسيحية للإسلام. ما معنى قراءة مسيحية للإسلام؟ ما معنى قراءة مسيحية للإسلام؟ أي أن الإسلام اسمه هو وعلاقة العبد الإنسان بربي، إيوا، ولا شأن له بالحياة كلها، دع ما لله. هذه العلمانية، هذه يجري الآن نشرها، الآن يجري الآن نشرها في المجتمع. إذ هنالك دعوات كثيرة من جنس دعوة قريش للنبي أن يعبد إلههم
ويعبدون إلهنا. ما هما هذو نتاع اليوم بعد هذوك بكري قالوا نعبدوا معك الإله، أما هذو يقولوا عبد إلهنا وإله كله ما رحنا عابدينه، بل كيقولوا هذا الإله نتاعكم وهذا الدين ديالكم هو إرهاب، يخص الأرض، الأرض تخلو من هذا الدين. وهما ماشي قالوها بلسانهم، هم الآن ينفذونها بالحديد والنار وإشاعة الشبهات والشهوات. الحرب الآن مستعرة ضد التوحيد، ضد الإيمان، ما بغاو يخليو حتى واحد موحد فوق الأرض. ماشي سيدي ربي حذرنا وقال لنا في القرآن وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي كل نقمتهم عليهم بسبب إيمانهم. عندهم شي جريمة؟ ليست لهم أي جريمة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم، دين ديالكم ما بغاوش. ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، يريدون أن تكفروا، بغاو تكفروا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع، إياك إياك حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ما يمكنش هسي القضية ديال الاعتقاد ديال الإيمان ديال العبادة مسألة محسومة، لا مجال للنقاش، لا مجال للنقاش. فخرج النبي يقرأ عليهم بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون، سمعون هذا التكرار اللي كيسموه الناس تكرار، سمعوا شحال، شوفوا ما كاينش شي صورة التي تردد فيها نفس الكلمات بطريقة عجيبة معجزة. الله، قل يا أيها الكافرون، زيد، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما لكم دين. وكان يقولهم سيد ربي يجي باغي آية واحدة، يقول سيد ربي قل يا أيها الكافر لا أعبد ما تعبدون، لكم دينكم ولي دين، وريح وبلا الصور وروح تروح. لا، لا أعبد ما تعبدون، لا أنتم عابدون ما أعبد، لا أنا عابد ما عبدتم، لا أنتم عابدون ما أعبدكم. الله 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 الله. فيأس المشركون بعد سماع هذه الصورة من أن ينتزعوا من سيدنا رسول الله أي موقف يتنازل من خلاله عن قضية الاعتقاد والعبادة لله، فهذا أمر ليس مجالا للتفاوض أبدا إطلاقا، لا مفاوضات. فوضك على الإيمان، فوضك على عبادة ربي. لا، الآن ندخلوا إن شاء الله تعالى نشوفوا المعاني، أو نبدأ إن شاء الله تعالى بقول، نبدأ إن شاء الله اللمعات التي إن شاء الله تصدر لكي تكشف لنا بعض تجليات قول. قل، هذا خطاب لمن؟ شكون خطاب؟ شكون صدر بلمن؟ للسيد النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يكن حري بالنبي أن يأتي إلى المشركين فيقول مباشرة يا أيها الذين كفروا لا تعبدوا، لا أعبدوا ما تعبدون؟ علاش قال لهم قول؟ علاش بلغ لهم قول؟ قول علاش؟ علاش قول؟ علاش قول؟ يا محمد، قضية الاعتقاد قضية ثابتة، وقضية العبادة قضية ثابتة لا تتغير مع تغير الزمان، فالله واحد حقيقة كانت وستبقى ثابتة لا تتغير ولا يتفاوض حولها، وعبادة الله تبقى ثابتة لا تتغير ولن يحدث مع تغير الزمان أن يعبد المؤمن إلها غير الله. فالاعتقاد والعبادة مسألتان أصليتان ثابتتان لا تتغيران مع تغير الزمان والمكان. زيد، وأنا واسمه، وأنا واسمه، وأنا واسمه، وأنا واسمه،
أنا فقط مبلغ أبلغها. أنا ما أتفوش في الحاجة اللي ماشي ديالي. قل أي أنت يا محمد لست معنيا بهذه القضية ولا دخل لك فيها، هذه ربي يبغاها هكذا، وهذه حقيقة ثابتة قالها الأنبياء كل شيء، والأنبياء كل شيء بحالك، كلهم كانوا يخرجون إلى أقوامهم ويقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمسألة لا يمكن أبدا أن تتغير منذ خلق أول مخلوق وأنزل إلى الأرض. لذلك أنا وسنة أنا ماشي أنا هالشي ماشي ما تهمنيش. أنا علاقتي بقضية التوحيد أنني مبلغ فقط، ليس لي حق التصرف في أمر لا ينبغي أن أتصرف. قل يعني يا محمد ما عليك أنت إلا أن تقول، فليس لك دخل في هذا الأمر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثانيا، هل أنتم أنتم إن شاء الله تعرفون أن محمدا عليه الصلاة والسلام يتصرف تصرفين في حياته؟ تصرف الصفة البشرية لمحمد صلى الله عليه وسلم، والصفة زيد النبوية لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه قول، أي نوع من التصرف؟ الأولى ولا الثاني؟ ها؟ قول الأولى ولا الثاني؟ والصفة البشرية ولا الصفة النبوية؟ الصفة النبوية. قل معناها ربي أمرك أن تبلغ. القضية هنا قضية نبي وليست قضية محمد البشر، فأنتم تطلبون من نبي لا يفعل شيئا إلا بأمر الله أن يتجرأ على أن يقوم بشيء لم يؤمر به. خصكم العقل أنتم، خصكم العقل، خصكم العقل. والثالثة، أن محمد بصفته النبوية لا يمكن أبدا أن يغير في أمور الاعتقاد كما أمره الله والعبادة شيء، فلا تطمع أبدا أن يتغير ما دام يعمل بصفته النبوية. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما تظنوش بحالكم أنتم مزموج سياسة تقولوا باللي النبي صلى الله عليه وسلم راه يتصرف كقائد دولة ويمكن يعطينا ونعطيه له ونصلحوا القضية. أكبر من الدولة وأكبر من المصلحة، والقضية قضية جوهرية، قضية جوهر الوجود نتاع الإنسان، جوهر وجود الإنسان أن يعبد رب الإنسان. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. ليس فيها يعني حوار. الأنبياء في هذه القضية ليس لهم إلا مهمة التبليغ فقط. ويذكر قول ما كان يجي ويقولهم يا أيها الكافرون أمرتوني باش نتناقشوا على القضية تتعبدون عبدوا لا أنا لا أعبد ما تعبدون ولا تعبدوا. ويجي مروح ما يقولش قول. لا، قل هي المفتاح، هي المفتاح. قل لهم لأنك أنت مأمور بذلك. فكما أنك أنت مأمور بإخلاص التوحيد والعبادة لله، أنت قبل ذلك مأمور بأن تبلغ هذا للخلق. ولا يهمك إن آمنوا أم لم يؤمنوا، قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا اللي عليك أنت، إن عليك إلا البلاغ. إذا إن شاء الله تعالى وصلنا للوقت إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله. المرة الجاية إن شاء الله تعالى إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء
نتحدث إن شاء الله حول ما يفتح الله سبحانه عز وجل في ظلال هذه الآيات المباركات الطيبات من سورة الكافرون، ليعيش الإنسان مع إن شاء الله أسرار هذه السورة العظيمة.